بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الديوال موديل. المسائل دي فيها اختلاف شويه عن باقي المسائل اللي فاتت. هنا هستخدم الجرافيكال زائد حاجات تانية هعملها على المساله دي عشان اطلع القيم اللي اجيب بها النقاط بتاعت الجرافيكال اللي هرسم بيها الفيزبل ريجن. طب اول حاجه بيديني سؤال بيقول لك مينيمايز مثلا او ماكسمايز. مينيمايز مثلا سي بيساوي 36 اكس زائد 30 اكس 2 زائد 40 اكس 3 وعاطينا السبجكت 2 وعاطينا المعادلات دي. ده المثال اللي جه في السلايد. اول حاجه بدايه بعملها باخد القيم بتاعه المعادلات اللي هي اكس 1 واكس 2 واكس 3 المعاملات بتاعتهم بحطهم في مصفوفه. انا عندي هنا هتبقى 2 وهنا هتبقى 5 وهنا 8 وهنا 40 تمام. المعادله الثانيه 6 3 2 50. بعد كده بجيب معادله السي اللي هي عطهاني في المينيمايز فوق اللي هي مثلا كنا بنقول عليها الزت قبل كده هتبقى 36. باخد الارقام هي من غير ما احولها بالاشاره السلبي يعني اطلعها بره، لا هتبقى 36 و30 و40 وهنا هتبقى 0 تمام. ليه هنا 0؟ كاني سويتها بالصفر يعني خليت كنت سي دي بالصفر بس اخدت المعاملات بتاعت الاكس 1 بدون الاشاره يعني 36 30 40 و0. بعد كده بعمل ميدور للمصفوفه بقلبها بخلي الصفوف اعمده والاعمده صفوف تطلع عندي المصفوفه بالشكل ده تبقى 2 5 8 40 6 3 2 50 36 30 40 0. نلاحظ كده ان هي طلعت لي معادله بس بحدين بس، ودي اللي هجيب منها النقاط بتاعت الاكس والواي عشان ارسم الجرافيكال سوليوشن. طيب يبقى هنا اعوض بعد كده لو كان قايل لي في المساله عايزها مينيمايز يعني مينيمايز واعطيني المعادلات فالعكس ده بقى ماكسمايز. يعني لما اجي اعمل الجرافيكال سوليوشن اعملها على اساس انها ماكسمايز، لو قال لي ماكسمايز اخليها مينيمايز. طيب يبقى هنا ماكسمايز وديها اي رمز مثلا يكون مثلا باي ويساوي. اكتب المعادلات الاول، المعادلات بتاعتي هتبقى 2 مثلا نمشي بالرمز زي ما نمشي في السلايد اللي هي زائد 1 2 زائد 1 زائد 6 زائد 2 اصغر من او يساوي 36. ليه اصغر من؟ عشان ماكسمايز. هنا في المينيمايز كنا بنقول اكبر من لكن في الماكسمايز هنقول اصغر من تمام. طيب بعد كده 5 زائد 2 زائد 1 زائد 3 زائد 2 اصغر من او يساوي 30. بعد كده 8 زائد 1 زائد 2 زائد 2 اصغر من او يساوي ال 40. اخر معادله هي بتاعه الباي بتساوي يعني الباي دي اقول مثلا الزت او خليها الباي عشان عندي زت مستخدمها. الباي هتساوي 40 زت 1 زائد 50 زت 2 اللي هي اخر معادله تمام. كده وصلنا للشكل الاساسي بتاع الجرافيك اللي احنا عارفينه. هنطلع بقى النقاط بتاعتنا. طبعا في الاول بتكتب المعادلات دي تاني هي بس بعلامه اليساوي. الاختصار دلوقتي مش هكتبها. فيبقى عندي هنا مره هساوي زت 1 ب 0 ومره هساوي زت 2 ب 0. زت 1 ب 0 تطلع عندي 0 و 6 30 على 6 فيها 6. مره زائد 2 ب 0 تبقى عندي 18 و 0 تمام. طيب المعادله الثانيه يبقى عندي 0 و 30 على 3 في 10 والمره الثانيه هتبقى 30 على 5 فيها 6. المعادله الثالثه 0 و 40 على 2 فيها 20 وهنا هتبقى 40 هنا هتبقى 5 تمام. جبت كده النقاط بتاعتي اللي همثلها على المحور اكس وواي. هرسم محور الاكس وادي محور الواي هنا لحد ال 18 وهنا لحد ال 20 تمام. 0 و 6 0 على محور السينات 6 على محور الصادات هتبقى هنا و 18 على محور السينات يعني هنا اوصلهم ببعض. 0 و 10 ادي ال 0 وادي ال 10 وعندي 6 و 0
ادي الستة والزيرو واوصلهم برضو ببعض. زيرو وعشرين ادي الزيرو على محور السينات وعشرين على محور الصادات. خمسة وزيرو. تمام. طيب علشان احدد الفيزيبل ريجن زي ما قلنا بعوض بنقطة الاصل اللي هي 0 0 في كل المعادلات. 0 0 هل هي اصغر من 36؟ اه. يبقى الاحسن عشان امشي بالخط اللي هيقابلني من ناحيه 0 0. يعني هنا هيقابلني مين؟ هيقابلني الخط ده وهيقابلني الخط ده. يبقى اشوف اقارن الاول المعادلتين دول. فده اللي هو بتاع ال 0 5 وال 20 وال 0 اللي هي دي. هل ال 0 0 اصغر من ال 40؟ اه. يبقى ده كل اللي جوه. قابلنا خط تاني اللي هو بتاع ال 6 وال 0 وال 18 وال 0 اللي هي دي. هل ال 0 وال 0 اصغر من 36؟ اه. يبقى كده الحل هيكون اللي جوه. يبقى دي كده الفيزيبل ريجن بتاعتي. دي منطقه الحل. منطقه الحل اتحددت بكام نقطه؟ بال 6 بال 0 وال 6 والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. اربع نقاط. 0 6 0 6 والزيرو وزيرو والخمسه والزيرو والنقطه دي اللي انا لسه ما جبتهاش. عشان اجيب النقطه دي اشوف المعادلات بتاعتها اللي نتجت عن تقاطع الخطين اللي هما مين؟ اللي هو الخط ده والخط ده. وما تتلخبطش، الخط ده والخط ده. انا عشان يمكن الرسمه عكست معايا شويه فتبين انها دخلوا في بعض. لا، اللي هي بتاعت الزيرو والخمسه وال20 والزيرو واللي هي بتاعت 6 و0 وال18 و0 اللي هم دول. دي واللي فوق. تمام؟ هاجي ادخلهم في الاله الحاسبه. هقول كده، هقول مود وايكويشن، وهنا عندي حدين فاختار اول واحده. تمام؟ هدخل الارقام المعاملات بتاعت الحدود. عندي هنا 8 و2 و40. والمعادله الثانيه 2 ستة ستة وتلاتين. تطلع عندي قيمة الإكس بتلاتة وتمانية من عشرة. تطلع عندي الواي بأربعة وسبعة من عشرة. تمام؟ هبتدي بقى اعوض في الارقام اللي عندي. 0 و 6 اللي هي المعادله الاساسيه اللي هي 40 زائد 1 زائد 50 زائد 2. فهنا تبقى 40 في 0 زائد 50 في 6 تطلع 300. المعادله الثانيه تطلع ب 0. هنا هتبقى 5 في 40 ب 250. 5 في 40 ب 200. 5 في 40 ب 200 زائد 0 في 50 ب 0 تطلع هنا 200. تعال نجرب الأخيرة دي اللي هي 3.8 من عشرة مضروبة في 40 زائد 4.7 من عشرة مضروبة في 50. هنا في غلطة احنا عملناها يا جماعة. أخدنا معادلتين غير المعادلتين التانيين. هات الحاسبة كده على المكتب. احنا المفروض كنا خدنا المعادله الاولى مع الثانيه مش الاولى مع الثالثه. تمام؟ فعشان كده طلع كام الاكس والواي طلع معانا غلط. المفروض هنا لو دخلنا الاثنين دول، يعني هنا عشان الرسمه بس مكلكعه شويه معايا انا ضيقتها عشان الورقه صغيره. تمام؟ فانت لما تعملها بمساحه كبيره هتطلع معاك القيم صح. المهم هنا هتختار ايكويشن واحد دخل كام المعادله الاولى؟ 2 و6 و36. كام المعادله الثانيه؟ 5 3 30. طلعت معانا قيمة الإكس ب 3 وقيمة الواي ب 5. تمام؟ هبتدي بقى أعوض في قيم زد تاني. هنا 40 في 3 40 في 3 زائد ال 50 في 5 طلعت معايا ب 370 مش 387. طبعا أعلى قيمة عندي هنا هتكون 370. هو عايز الماكسمايز. فتبقى عندي قيمة زد 1 هتساوي 3 وزد 2 هتساوي 5.
تمام كده. هاجي بعد كده اعوض بقيمه زيت واحد وزيت اتنين في المعادلات بتاعه الزيت اللي هي دي. تاني هكتب المعادلات هي هي، يبقى عندي 2x1 زائد 5x2 زائد 8x3، واضيف السلاك فاريبل واحط عندي اللي يساوي بدل الاكبر منه هتساوي 40. تمام. المعادله الثانيه 6x1 زائد 3x2 زائد 2x3 زائد s2 هتساوي 50. تمام كده اول معادلتين خلصوا. ابدا بقى معادله الزد. معادله الزد 2 زائد 1 زائد 6 زائد 2 زائد t1 هتساوي 36. ايه هي التي واحد ده؟ ده فاريبل مكمل. تمام؟ طيب هيهمني دلوقتي ان انا اعرف قيمته كانت بتساوي الزيرو او لا تساوي الزيرو. تمام؟ طيب المعادله الثانيه هتبقى 5 زائد 1 زائد 3 زائد 2 زائد تي 2 هتساوي 30. المعادله الثالثه 8 زائد 1 زائد 2 زائد 2 زائد تي 3 هتساوي 40. عوض عن قيمة الزيت هتبقى 2 في 3 زائد 6 في 5 تطلع 30. 2 في 3 في 6 و 5 6 هتطلع 36. تطرحهم من 36 تطلع قيمة التي 1 هتساوي 0. تمام؟ حيث ان حيث ان التي 1 تساوي 0 معنى كده ان اكس 1 لا تساوي 0. تاني لو التي 1 بتساوي 0 اكس 1 لا تساوي 0. طب تعالى نشوف تي 2 هتبقى 5 في 3 15 زائد 3 في 5 في 15 تطلع 30. تطلع من بره سالب 30 تروح مع دي يبقى تي 2 برضه هتساوي 0. يبقى اذا اكس 2 لا تساوي 0. تعالوا المعادله الثالثه 8 في 3 ب 24 زائد 2 في 2 في 5 2 في 5 ب 10 تطلع بكام؟ تطلع ب 3 في 8 زائد 2 في 5 تطلع 34. 40 ناقص 34 تطلع معاك ب 6. تي 3 طلعت بقيمه لا تساوي الزيرو، يبقى اذا اكس 3 هتساوي الزيرو. يبقى هنا عشان اقدر احدد القيم بتاعت الاكس اكس 1 واكس 2 واكس 3 عشان لما اجي اعوض في المعادله الاساسيه اللي هو عطاني بتاعت السي بتساوي 2 اكس 1 زائد كذا 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 اللي هي دي اقدر اجيب قيمه الاكس 1 واكس 2. تمام؟ تمام كده عرفت ان اكس 1 مش بتساوي 0 اكس 2 مش بتساوي 0 بس اكس 3 بتساوي 0. اعوض في المعادله الاساسيه بتاعتي اللي هي 36 اكس 1 زائد 30 اكس 2 زائد سوري مش دي، خلينا في المعادلتين الاولى الاول اللي هي 2 اكس 1 زائد 5 اكس 2 زائد 8 اكس 3 زائد اس 1. طالما قيمة الزد زد 1 وزد 2 طلعوا بقيم لا تساوي 0 معنى كده ان اس 1 واس 2 هيساوي 0. يبقى اس 1 واس 2 طلعوا من المعادله دي وعندي اكس 3 بتساوي 0. يبقى الاثنين كده الحدين دول كده طاروا، بقى عندي معادلتين بس اللي هي 2 اكس 1 زائد 5 اكس 2 هتساوي 40 و6 اكس 1 زائد 3 اكس 2 هتساوي 50. بالآلة الحاسبة ادخلهم مع بعض اثنين خمسة أربعين ستة ثلاثة خمسين طلعت عندي قيمة الإكس هتساوي خمسة واتنين وأربعين من مية اللي هي دي اللي هي إيه اللي هي إكس واحد، وعندي إكس اتنين هتساوي خمسة وتلاتة وتمانين من مية. تمام كده جبت قيمة اكس 1 واكس 2 وعندي اكس 3 بتساوي 0. كده انا جبت المطلوب اللي هو اكس 1 واكس 2 واكس 3. فهمنا الخطوات. يبقى اول حاجة بعملها اني بجيب المعادلات بتاعتي عن طريق المصفوفة، بقلب المصفوفة بعد كده بجيب المعادلات عن طريق زد 1 زد 2 او اكس 1 واكس 2. لو مينيمايز بخليها ماكسمايز، لو ماكسمايز بخليها مينيمايز. بعد كده بطلع النقط عشان ارسم الجرافيكال سوليوشن بتاعي. بعد ما ارسم الجرافيكال سوليوشن بجيب القيمة بتاعت الماكس. هنا الماكس 370 اعلى قيمه عندي. النقاط بتاعتها 3 وال5 3 و5 اللي هي زائد 1 زائد 2 اعوض عنهم عن قيمه زائد 1 زائد 2 عشان اجيب قيمه تي 1.
تي 1 وتي 2 وتي 3. لو تي 1 بتساوي الزيرو يبقى اكس 1 بتساوي الزيرو وهكذا. عندي قيمه تي 3 طلعت بتساوي قيمه غير الزيرو، يبقى عندي اكس 3 بتساوي الزيرو. كده اول حد طلع عندي. وبما ان عندي الزد 1 وزد 2 بتساوي لا تساوي الزيرو، يبقى اس 1 واس 2 بيساوي زيرو. اعوض المعادلتين واضيفهم في الآلة الحاسبة. بس كده، شكرا.